الحروب بالعالم وليش بيركزوا بس على الأطفال؟ بيركزوا على الأطفال. أول شيء إن بيركزوا دائما على النساء والأطفال اللي بكل مكان. مشان إيش؟ مشان إنه يكسروا شوكة الرجال. تمام، يكسروا شوكتهم بس، ولكن ما بينكسروا بإذن الله، لأنه إحنا عنا كمسلمين عنا قناعة تامة على أنه كل شيء بيموت من على يد الأعداء بيكون بإذن الله شهيد في الجنة بإذن الله. ولذلك كل شيء رجال بتحارب وتقاوم عن هذا الشرف، عن هذا العرض، إن كان عن الوطن وإن كان عن بيته عن أهله، بإذن الله هو مجاهد في سبيل الله. نعم، مشان هيك بيستهدفوا الأطفال، بس إنه فاكرين إنه رح يكسرونا، بس ما بيكسرونا بإذن الله تعالى.